Good morning. Good evening, teacher. Good afternoon, Ustaz. How are you? I'm fine, teacher. Did Rahaf attend? رهف حضرت معاك يا مصطفى؟ معلش ممكن ناخد الديكتيشن آخر حصة عشان معلش بس انا بره البيت وهي كمان شوية وهرجع البيت انت سامعني كويس؟ فالديكتيشن آخر حصة ماشي بس يعني انت هتحضر معانا ولا مش هتعرف؟ لا انا عادي عادي حاضر حاضر عادي طيب ابص من السكينة اوكي. مريم ظهرت، فاضل رهف وعبد الله. اوكي نعم يا مس فاضل رهف وعبد الله، بس استنى كده 2 minutes وهب. ومالي يا مس والباقية في مين تاني؟ انت ورهف ومريم وعبد الله. السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله. طبعا نمو دوسيت Yes, I've just أول ما seen حضرت it. الحصص I've just seen it. بعت الوقت I'm sorry. ثمانية وثلاثة I will check it. I will check it after we finish our session. Don't worry. Thank you, Mustafa, for doing the homework. Thank you. You're a good boy. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Whose iPhone, Abdullah? هاي بس How are you, Abdullah? How are you? ازيك يا عبدالله؟ ازيك يا مريم؟ الحمد لله I'm fine, thank you. Okay, where's رهف؟ رهف حضرت معاكم الحصة اللي فاتت؟ ايوه Okay. Let's continue yesterday. Speaking, asking about the type of music someone likes. Did you study the types of music with the vocabulary that we took yesterday? Did you study it? ذكرتوا كلمات امبارح؟ الكلمات اللي هي بس اللي هي بتاعت music rock و pop و traditional و classic الحاجات دي اللي كنتوها؟ احنا ايوه لو انا انت ايه؟ في كلمات بتلخبط فيها ليه؟ احفظها واحدة واحدة كده يا عبد الله، متستعجلش وحاول تحفظ، انت شاطر يا عبد الله. بس احنا السمع ده انت ذاكرته ولا ما ذاكرتوش؟ بأمانة لا بأمانة ذكرت أنا؟ انا بأمانة ذكرت بأمانة ذاكرت. طيب هناخد 10 words بس في آخر الحصة إن شاء الله، وإن شاء الله تحاولوا تكتبوهم صح بإذن الله، ولو في أخطاء هقول لكم على الأخطاء، والأخطاء اللي هتطلع من الديكتيشن تذاكروها تاني. أوكي؟ تمام أوكي اوكي إحنا وقفنا على page 31. أوكي إحنا قرينا ده إمبارح، قرينا ده إمبارح. Let's see. ده كان هومورك. طب مريم وعبد الله انتوا عملتوا الهومورك؟ عملنا الواجب؟ بس انا نسيت اشوف اللي هو الكتاب ده عشان اصلا انا معايا كتاب غير انا بعته على الجروب، الكتاب كنت بعتها جروب ما وصلش. انا ما شفتوش طيب هبعته تاني مفيش مشكلة. تمام طيب let's see. الكتاب ده انا طبعه بي دي اف بي دي اف في دي اف. اي ده كتابي ده مش كتاب بالمعاصر. اوكي طيب let's start. تمام يعني ايه interrogative sentences؟ There are two types of questions. يعني في نوعين من الأسئلة، تعالوا نشوف كده. في أسئلة بنسميها yes or no questions. يعني ايه yes or no questions؟ يعني you have to answer these questions with yes or no only. Okay? With yes or no only. يعني لو بدأنا السؤال بدو،
ال present simple أو بكان أو بهاف لازم الإجابة تبقى yes or no. لازم الإجابة تبقى بإيه؟ ب yes or no. يعني مثلا إيه؟ Do you live in Egypt? Do you live in Egypt? Yes I do or no I don't. بس الإجابة بتبقى short answers. Okay. Can I have your book? Can I borrow your pencil? Yes, you can. No, you can't. Okay. طيب. Have you finished your homework? Yes, I have. No, I haven't. No, I haven't. يبقى الأسئلة لو هتبدأ بدو أو can أو have يبقى الإجابة لازم تبقى بإيه؟ Yes or Yes أو. or no. Okay. أوكي. لو جينا قلنا طيب فكري كده يا مريم أي سؤال بيبدأ بكان. فكري كده في أي سؤال بيبدأ بكان. في إيه بس؟ بكان. كان؟ أوكي. فكري كده. كان؟ Can I ايه مثلا؟ مثلا انا عندي حاجة بس مش عارفة هي صح ولا لا. قولها يا عبد. Can you play؟ Can you play? Okay, correct صح. أوه. Can you play? طيب الإجابة هتبقى ايه يا مريم؟ لو السؤال بكان؟ Yes I can أو no I can't. Excellent, very good. 10 points لمريم و10 points لعبد. تمام؟ لا جينا قلنا لو السؤال بيبدأ بverb verb to have ايه هو verb to have اللي هو have و has صح؟ يعني مع he she it هنبدأ السؤال ب has صح؟ صح. لو ال subject الفاعل he she it has لو الفاعل they we you are يبقى السؤال هيبدأ بإيه؟ ب have صح؟ طب لو سؤال في صح. الماضي verb to be verb to have in the past يبقى هبدأ السؤال بإيه؟ أيوه It's have had had تاني يبقى الverb to have اللي هو يمتلك أو عنده لو هبدأ السؤال ال subject he she it يبقى هبدأه ب has she a blue dress هل هي تمتلك فستان أزرق has she a blue dress يبقى yes she has no she yes she has no she hasn't طيب have you got a pen yes I have no I haven't طب لو في الباست had you a blue bag yes I had مس no I hadn't yes هي هاد ولا هاز؟ هي البريزنت have و has والباست had على حسب بقى انا تمام. بتكلم في الماضي ولا بتكلم في المضارع. اوكي؟ يبقى اول حاجه verb to تمام. have لو السبجكت اللي هو الفاعل اللي هيجي بعديها he او she او it هبقى هبدأ بايه؟ ب has. لو السبجكت اللي هيجي بعديها they we you I يبقى هبدأ ب have صح؟ طب لو هسأل في الماضي مع كل الفاعل اللي هو he she it they we you I كل الفاعل اوكي يبقى هبدأ لو السؤال في الماضي بهاد مش بقسمهم بقى زي البريزنت لا هو واحد بس اللي بسأل بيه في الماضي اللي هو ايه هاد اوكي طيب بقيت السؤال بقى هكتب ايه هكتب الفيرب زي ما قلنا ايه زي دلوقتي يا عبد الله قال لنا ايه كان يو بلاي او هاف يو شوف هو قال ايه كان بعد كده يو قال السبجكت ابتدى قال الفيرب يبقى بعد verb to have أو verb to be أو can هيجي بعد كده subject بعد كده هيجي إيه؟ verb. فيرب verb okay؟ يبقى تاني خلينا الأول في اوكي verb to have يبقى have you got a phone؟ have you got a phone؟ yes I have no I haven't طب لو ال subject she has she got a phone؟ yes she has no she hasn't طب لو في الماضي had you got a phone had you get a phone yes I have yes I had no I hadn't تمام ده كده في verb to have طب verb to be فاكرين verb to be اللي هو يكون
برضو هبدأ I بتاخد ايه؟ my verb to be I شو I I اي أنا أكون، أنا أكون ولد، يبقى I إيه؟ انا اكون ولد أكون ده verb to be اللي هو يكون اي ولد، ام أيوه يبقى am I بتاخد am he و she و it بتاخد is they is we you are ار ار تمام. ار طيب لو هبدأ السؤال ب verb to be، هبدأ السؤال ب verb to be اللي هي إيه؟ am I busy؟ is she happy؟ Are they playing؟ يبقى لو بدأت السؤال ب verb to be am is or are برضو الإجابة تبقى إيه؟ short answer، تبقى الإجابة برضو إيه؟ short answer. طيب يبقى تاني لو بدأت السؤال ب have أو has أو had، لو بدأت السؤال ب am أو is أو are، طيب إيه الباست بتاع am و is و are؟ إيه الباست بتاع am؟ ايوه ام انا مش قول لي يا عبد الله ايه البوست بتاع ام واز؟ لا تسأليني انا ولا مريم اي حد اللي عارف اللي جايبها يقول ايه البوست بتاع ام واز؟ ام واز وار لا ام واز بس، ايه البوست بتاعهم؟ واز ولا وير؟ واز واز، واز برافو. وار البوست بتاعها ايه؟ وير وير. وير يبقى لو لقينا برضو فيرب تو بي، السؤال بيبدأ ب verb to be سواء في ال present am is are أو في ال past was or were، يبقى الإجابة برضو لازم تبقى short answer. أوكي، كل الأسئلة دي اللي بقولها لكم الإجابات بتاعتها لازم تبقى short answer. أوكي طيب لو السؤال هيبدأ ب will أو هيبدأ ب can، أوكي برضو الإجابات لازم تبقى short answers. طب تعالوا نقرأ مع بعض الأسئلة أهي. أول حاجة لو السؤال بيبدأ ب did you go to the park؟ ها yes I did. No. Yes, I did. No I No, didn't. I No I didn't. didn't. No. طيب السؤال التاني هيبدأ ب have you got a phone؟ ها Yes, I yes have. No, I I haven't. No, I have. Bravo. Can you speak English؟ Yes, I can. No, I can. Yes I can. I was. No I can't. Bravo. Goofy. Are you happy? Yes, yes, I am. No, Yes, I am. I No, I am not. am برافو عليك. يبقى تاني، يبقى لو السؤال بيبدأ ب verb to be اللي هو am أو is أو are في ال present was أو were في ال past، يبقى الإجابة لازم تبقى short answer yes or no. لو السؤال ب have أو has أو had برضو الإجابة لازم تبقى yes or no. السؤال لو ب can أو did لازم تبقى الإجابة yes or no. أوكي؟ ما نقعدش بقى نقول الإجابات طويلة، لا الأسئلة لو بتبدأ عشان لما نيجي نحل الدايلوج في الامتحان. أوكي؟ وعملت سؤال مثلا اوكي أوله did، عملت سؤال أوله have أو has أو had أو can، كل دي أسئلة الإجابات بتاعتها بتبقى short answers. Short answers. أوكي؟ اوكي لحد دلوقتي في حاجة مش فاهمينها؟ يبقى إيه تاني؟ يبقى إيه هي الأسئلة الإجابات بتاعتها short answers؟ ها مصطفى معايا؟ طلع يا مس مش مصطفى بره. احنا مش المفروض 5 بس هو مصطفى قال حتى هي ورهف كمان ما جاش. هي كانت في حصة الدراسات بعد كده قالت للمس ده المس بعدت ما جاتش ليه؟ طيب يمكن النت يمكن عندها بتصلي او حاجه. ماشي اوكي تاني، يبقى ايه هي الاسئله لما اشوفها هجاوب short answers لو بيبدا بايه او ايه او ايه؟ تعرف تقول لي يا عبد الله على امس ايه هي الاسئله لما اشوفها اللي هي بتبدا بايه هجاوب short answers يعني اجابات صغيره لو السؤال بيبدا بايه او ايه او ايه؟ بقى بام ايوه am او is او are وايه تاني؟ او ار او 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 وز was او where. او برافو. واز او وير وايه تاني؟ و have. و و هاف جوت have ممكن نقول have او have got و has او has got الاثنين بنفس المعنى. برافو. ولو في الماضي هتبقى ايه؟ had صح؟ هاد برضو صح برافو. طيب و verb to do بقى اللي هو
do و does و did. do و does دول وضد وضد و did، دول برضو اجاباتهم لازم تبقى ايه؟ short answers. شورت عمر طيب فاضل اتنين، ايه هما؟ will و can. will وكان و can. will you وكان مثلا لو قلت لك ايه؟ will you give me your pen؟ will you give me your pen؟ yes I will، no I won't. هي will not. okay؟ يبقى لو السؤال برضه هيبدأ ب will الإجابة yes or no. السؤال هيبدأ ب can I have your pen؟ yes you can or no you can. okay؟ فهمتوا اوكي الجزء الأولاني في تكوين السؤال وإجابته هتبقى عاملة إزاي؟ فهمتوها كويس؟ يس اه حاجة تانية بقى، النوع التاني من الأسئلة، في أسئلة بقى بتبقى إجاباتها long answers، بتبقى إجابات طويلة. طيب لو السؤال هيبدأ ب question words، يعني إيه question words؟ اللي هي where، أين، which، when، who، what. النوع التاني من الأسئلة اللي بتبدأ بال question بال WH، إيه هي؟ what، where، which، when. ممكن كمان في واي واي. برافو. طيب تعالوا نشوف هنكونها ازاي بقى الاسئله دي، والاسئله دي لو السؤال بدا بالكلمات دي لازم اجاوب اجابه طويله، وطبعا على حسب الزمن، لو الزمن في المضارع يبقى هجاوب في المضارع، لو الزمن في الماضي هجاوب في الماضي. تعالوا نشوف كده. What type of music does he like؟ What type of music does he like؟ طيب هنا دي ده سؤال إجابته short ولا long؟ لون long. طيب شايفين أهو مصطفى جه تاني. What type of music does he like؟ طيب ليه هنا قلنا like مش likes؟ مين يعرف؟ ليه هنا قلنا like؟ سامع ليه هنا قلنا like مش likes؟ What عشان type of... داز برافو، داز في does. طب الإجابة ما فيهاش does صح؟ يبقى احط لايك اف ولا مش احط؟ لايك لايك طالما ما فيش does يبقى احط الاس. اوكي يبقى what type of music اوكي does he like؟ he likes pop music. ينفع هنا، هنا انا بسأل هو ايه نوع الموسيقى اللي هو بيحبه؟ ينفع اقول ينفع الاجابه تبقى ايوه هو بيحب، لا هو ما بيحبش؟ ما ينفعش صح؟ صح؟ يبقى لازم اجاوب اجابه طويله، اجاوب على السؤال اللي بيتقال لي هو ايه نوع التايب اوف ميوزك اللي هو بيحبه؟ يبقى هي لايكس بوب ميوزك. اوكي؟ انما الاسئله اللي هي فوق دي اللي احنا اجابتها يس اور نو، لما هنيجي الترجمه معناها ايه؟ معناها هل لما اقول ايه؟ هاف يو جوت ا فون؟ يعني هل لديك تليفون؟ كان يو سبيك انجلش؟ هل تستطيع الكلام باللغه الانجليزيه؟ يبقى لما تلاقي الاجابات هتبقى شورت هتلاقي السؤال كلهم ترجمتهم هل، لما اجي اترجمهم للعربي اللي هي did او have او can او are او do او does او did، كل دول معناهم هل. يبقى ممكن لما السؤال يبقى هل اقول ايوه نعم او لا صح، لما لو السؤال بquestion word like where اين يبقى لازم اقول مكان مثلا صح، when متى هتكلم على زمن، why ليه لماذا يبقى هتكلم على سبب. يبقى دي أسئلة لازم يبقى ليها إيه؟ إجابات طويلة. أوكي؟ طيب تعالوا اوكي نشوف السؤال اللي اوكي بعده. When did you go to the cinema؟ When did you go to the cinema؟ طيب هنا ليه قلنا go مش went يا عبد الله؟ When did you جو go؟ ليه قلنا go مش went؟ ده عشان يو لا مش انت قلتها صح الاول، عشان ديد عشان في ديد. انا برافو، عاوز بس انا عاوز بس انت جيت يا مصطفى، ويلكم باك ويلكم باك. اوكي عشان يمس في ديد في السؤال وبتحول في فعل ديد في المصدر السؤال يبقى لازم الفيرب يبقى في الانفينيتيف رايت. طيب الاجابه ما فيهاش ديد يبقى هعمل ايه؟ يبقى هجاوب بالماضي عادي، طالما السؤال الاجابه ما فيهاش ديد يبقى هصرف في الفعل هخليه في الماضي. طب ايه الماضي بتاع جو يا عبد الله؟ went went. يبقى went I went. انا هنا بسأل when did you go to the museum؟ رحت امتى؟
الميوزيوم المتحف. I went to the museum 4 days ago. رحت من 4 أيام. يبقى الأسئلة لو هتبدأ بكويشن وورد لازم تبقى إجابة طويلة، عشان أنا بجاوب على السؤال اللي بيتقال لي، صح؟ إنما السؤال لو بهل هتلاقي كل هل أكلت، هل شربت، هل رحت، هل جيت، كلمة هل الإجابة بتاعتها yes or no، صح كده؟ صح مين الفرق بين صح الكويشن ووردز ودو وداز وديد وكان؟ فاهمين الفرق ما بينهم؟ يس عشان هيبقى سهل واحنا بنحل الدايلوج ان شاء الله. طيب let's see. اوكي دو داز وديد، احنا عارفين دو داز دي في البريزنت وديد في الباست. اوكي طيب تعالوا نشوف. التحويلات دي انتوا عارفينها، يعني لو السؤال فيه اي او وي اوكي يبقى احولها يو، ماي او اور احولها يور، وي ار او اي ام احولها ليو ار، وي وير او اي واز احولها لايه، يو وير. يبقى التحويلات دي احنا هنبقى هتبقى سهله واحنا بنحول السؤال والاجابه. يعني انا لو شايفين السؤال ده مثلا when did you go to the cinema، شايفين السؤال في يو صح، هحاول يو لايه، انا هو بسالك فانت هتقول انا I went to the museum four days ago. احنا عارفين التحويلات دي، يبقى لو لقيت you هحولها مثلا I. اوكي انما لو بكلم ناس كتير كتير هتبقى we مثلا. اوكي طيب اوكي لو ايه my هتتحول ل your، our هتتحول ل your. اوكي اوكي التحويلات دي اوكي سهلة جدا واحنا بنحلها هنشوف. في اي حاجه مش مفهومه لحد دلوقتي؟ لا لو في اي حاجه مش مفهومه قولوا لي، ما عنديش مشكله اشرح تاني. ها لا لا يمس طيب تعالوا نفتكر كده مع بعض الكويشن ووردز، يلا كلمات الاستفهام. طيب مصطفى can you read them؟ مصطفى طب Yes, يعني teacher. Yes. مصطفى are you back home or you are still outside؟ أنا قدام ده قدام العمارة بالظبط. طيب لما تطلع ابقى اقرأ. اوكي ريد مريم. Okay. Who's, when, what, who, whom, دي هوم warm, why, where, which, how, how much, how often. how often، لما بسأل على كم مرة، how often do you go to the club، كم مرة بتروح الأسبوع، كم مرة في الأسبوع بتروح النادي مثلا، يبقى how often بسأل على كم مرة، how often do you go to school، how often do you visit a doctor، يبقى how often لما بسأل على كم مرة. أوكي طيب عبد الله Okay. can you read the next one، how many Yes, how many? how many أقول الاتجاه لي اللي الاثنين؟ بتتعد ولا ما بتتعدش، how many، عد برافو. طب والحاجات اللي ما بتتعدش و watch how much، برافو يا عبد الله much 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 برافو، كمل يا عبد الله. many how many how high how high، how how high يعني high مثلا عن how الارتفاع، high how high how is the hospital مثلا، ارتفاع المستشفى دي قد ايه. اوكي how بعدها how 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 deep how deep، بتكلم على العمق، deep how deep is the Mediterranean how sea مثلا، يعني عمق yes البحر. اوكي how wide how how wide wide، بتكلم عن العرض، how wide how wide yes. ها how far how far، far بتكلم عن البعد، يعني how ممكن تقول far ايه مثلا، ثواني ثواني اديكم مثال، how far يعني how far is the hospital from your school، يعني المستشفى بتبعد قد ايه من المدرسة مثلا، يبقى بتبعد قد ايه، دي يبقى how far، بتكلم عن المسافة. اوكي the distance. ها كمل يا عبد الله. How tall how tall، how tall، طول اه how بتكلم tall عن الطول. دلوقتي سوري أنا دلوقتي في البيت اوكي welcome back welcome back.
Drink some water, Mustafa. Drink some water. اوكي تيشر. Okay. Yes, Abdullah. How heavy? How heavy? ما بسأل على How الوزن. long? How heavy? Yes. How old? How fast? How Yes. much? How old? بسأل للإيه؟ How old are you? For How example. How old are you, Abdullah? إيه؟ How old are you? لوحدي. لا, how old are you؟ يعني عندك كم سنة؟ عندي 12 سنة. 12 years old. And you, Mariam, how old are you? Mariam. 12. 12. I think Mustafa also 12. Okay. Okay. How fast? بصوا بزيادة كمان. When will be your birthday, Mustafa? 15 مايو. 15 15 ماي. May. Yeah, it's soon. Yeah, it's not. You will be 13. لا لسه يا مس. You will be 12. يا مس ما بص يا شاء مس، الله. انا عندي صاحب اخويا مولود نفس اليوم ده، بس ممكن يكون أكبر منك أو أصغر منك, بس هو بس نفس اليوم. بثلاث سنين بالظبط، اوكي. هو مولود وين؟ 15 يعني انت 15 15/5, ده تاريخ ما يتنسيش يا مصطفى. 15/5 ده يوم مميز يعني. 15/5. اوكي. انا مس السنه دي مس كان فيها التقاضي الهجري مع الميلادي، فهو كان 15 كان فيها مايو. ايه؟ التقاضي الهجري مع الميلادي هو 15 مايو ايه، و15 جماد الاول. ايه ده بجد؟ دي صدفة غريبة. وانت يا عبد الله, when is your birthday يا عبد الله؟ بس عيد ميلادك امتى يا عبد الله؟ عيد ميلادي في شهر 11. 11؟ اوكي. وانت يا مريم؟ مريم, عيد ميلادك امتى يا مريم؟ ألو أي يا مريم, عيد ميلادك امتى؟ ألو، فنحتفل كلنا. في شهر 11. 11 برضو مع عبد الرحمن. سوري, مع عبد الله. اوكي. هو عبد الله يوم كام 11 يا عبد الله؟ كام 11 يا عبد ايه؟ الله؟ عيد ميلادك كام 11؟ كام 11؟ مش فاكر يا عبد الله, مش فاكر. والله عبد الله مش فاكر. يعني وانت يا مريم كام؟ 11. 17 11. انت ايه؟ بتتكلمي جد؟ انت بتتكلمي جد يا مريم؟ الأول. 17 11 بجد يا مريم؟ ايوه والله. ماشي, بس ده تاريخ يعني اعز الناس عندي يعني, ف انا حبيتك طبعا. انا كده كده حبيتك يعني. طيب. اوكي. طب ما انا زيها طب انتوا ما خمستاشر سألتونيش, مين طب انتوا ما سألتونيش ليه؟ مش انا عمال اسألكوا عيد ميلادكم امتى؟ انا بس اللي مس؟ بسأل. تخيل انا 15 مايو، اخويا 19 مايو، امي 7 مايو. كلكم في ماي؟ اوه, طب حلو بقى, مش شهر كلنا الاحتفالات, شهر الاحتفالات ده. حلو والله. اوكي. let's read the examples. طيب مصطفى, read the first two questions يا and بس. the answer. انت عيد ميلادك امتى؟ أنا 24th of October. 24 أكتوبر. إيه؟ قبلكوا بشهر يعني. يلا يا مصطفى. What is he doing now? He is reading a story. Yes. Will you go to the club with? I will go to the club with Ali. Yes. When did you see please, Nadine? please, quickly, quickly, quickly go out and in the same link, quickly.